أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي، تعرفون أن في البحرين تصنع أفضل أنواع الجبن الإيطالية؟ إذا كنتم ما تعرفون عن هالموضوع، كونوا معنا في هاي الحلقة المميزة مع الأخ محمد عبد العال صاحب مصنع تشيز ميكر، وبتعرفون عن هذه الحلم اللي تحقق على أرض البحرين. أعزائي المشاهدين، الحين بنتكلم مع الأخ بطلال عن مشروع تشيز ميكر اللي موجود في مركز البحرين للصناعات الناشئة في الحد. هو عبارة عن حاضنة اقتصادية، هي تابعة لبنك البحرين للتنمية. صحيح. اي نعم. وبطلال، حدثنا عن بداياتك، شلون بدأت قصتك ويا الطعام؟ طبعا انت ما بديت بتشيز ميكر، بديت بشركة ثانية، شركة اسمها اول فود. نعم. اول فود كان بدايات شركة توريد خضروات وفواكه. زين، انت شنو مؤهلك التعليمي؟ بكالوريوس. نعم. بس مجال جدا مختلف جداً. تماما. البداية لما رجعت كان شيء فيني ان انا ما بغيت ان اكون موظف عادي في مكان اعتيادي، سواء حكومي او خاص. هل الوالد والوالدة هم عندهم عمل او موظفين؟ لا، موظفين. انا اول شخص يتاجر في العائلة الاولي. اي نعم. وكان هم معارضين للفكرة بما انهم مو في التجارة، ومنهم انهم موظفين في الدولة، ولهم يعني كبرستيج، الوالد طبيب والوالدة دكتورة في تكنولوجيا تعليم المكفوفين. اي نعم. فهم عائلة علمية. الله يطول عمرك. هم عائلة علمية وعائلة أكاديمية. اي نعم. ففكرة التجارة لهم ما كانت مطروحة. اي نعم. وبعد الدراسة والمخاطرة اللي فيها، ضمان الوظيفة وكل شيء، هم تعودوا على الوظيفة، هذا اللي يسمونه الجوب سكيورتي أو الأمان الوظيفي. اي نعم. بديت العمل. نعم. بديت في تجارة الأغذية، وكان في البداية ما عندي رأس مال حتى، فكان مضطر أن أنا يما رأس مال اللي أبتدي فيه. اي نعم. حاولت في كذا مجال، حتى بدايتي كنت أبيع سمك بعد، يعني كان وربيان أتذكر، لين الصدفة جمعتني في شخص وأعطاني فكرة توريد الخضروات والفواكه. اي نعم. فيما بعد اختفى الشخص، فما كان عندي إلا مكتب وسجل تجاري، أن أنا ادفع اجاره للحكومه البلديه. اي نعم. في نفس الوقت كان واجب علي ان انا احصل طريقه ان انا ابتدي فيها العمل. اي نعم. وبديت بالخضره والفواكه من السوق، تعلمت وكنت احضر كل يوم الصبح الساعه 4 احضر الحراج. كم كان عمرك ذاك الوقت؟ في البدايات كان يعني في اوائل العشرينات كان. اي نعم. يعني كنت توني راجع من دراستي من خارج البحرين. اي نعم. وكنت يعني صغير في السن، والناس ما كانت تاخذني على محمل الجد بسبب صغر سني. هاي مشكلة فعلا. اي نعم. اي نعم. انا عانيت من هالشيء، لان يوم رجعت من الدراسة كنت بعد وايد صغيرة، وفي نفس الوقت ضيف على ذي ان انا امرأة، فهني يشوفون انه يعني وبنت توني يعني صغيرة. وكنت في موقع اداري في شركة من الشركات، ولازم اتعامل ويا رجال كبار في العمر، ولازم افهم عقليتهم ونفسيتهم، شلون اتعامل معاهم. هم كانوا يناظرون ان انت ياهل، شو مدخلك في الموضوع. فكان تحدي. نعم. لكن في الحقيقه في الاخير اداء الواحد. صحيح. ويعني لما تكون مهنيتك في العمل هي تفرض الاحترام. صحيح. والواحد يحترم نفسه. نعم. في البدايه. اي نعم. فوصلنا وقمنا مثل ما قلنا، اخذنا بيبي ستيبس. اي نعم، خطوات صغيره. صغيره. نعم. جدا، لين كبرنا وكبرنا وقمنا نضم الجروبس الكبار، مجموعات المطاعم الكبيره، اكبر جهات. انت بديت من سيارتك صح؟ بديت نعم من سيارتي، كان سياره، مو سيارتي الشخصيه. نعم. وهذه فخر حقيقي. العمل مو بعيب ابد. نعم. وهذا اللي علمه وايد ناس، ترى انت عشان توصل في اي شيء في عمل لازم تبتدي من تحت الصفر، تبتدي تعلم حتى. نعم. لو عندك خير، حتى لو عندك راس المال. صحيح. فما يجوز ان انت تروح تبتدي عمل تجيب لك موظفين يعرفون هم النوها وانت ما تدري. صحيح صحيح. انت بتضيع في الطوشه مثل. صحيح صحيح. المفروض انه هو يتعلم، وحتى لو هو يبي يسوي طباخ يفتح مطعم، اخي اقعد شهر شهرين ثلاثه مطبخ، تعلم شلون اسرار المهنه بالضبط، وين المفاصل اللي تركز عليها بالضبط. عشان تعرف تسيطر على هالعمل. وبعدين انت وذكائك في موضوع المانجمنت او موضوع اداره العمل نفسه، هذا اللي يفرض عقب من توسعك والنجاح. ايه. والنجاح. نعم. صحيح. بس اذا ما عرفت اسرار مهنتك فانت ايه. يعني
حتى الحقيقة توصل. حتى اللي تديرهم لما يحسون انك انت مو فاهم الشغل ما في عندك التحكم الصحيح. صحيح. ويحسون انهم يعرفون اكثر منك. نعم. اي نعم، وانت دائما في حاجة شديد لهم تصير. بالضبط. اي نعم. ما تقدر تستغنى عنهم. نعم. وبالتالي يكون هم لهم مثل ما يقولون الابر هاند او اليد العليا. صحيح. عليك في العمل وهذا انت ما تحس بالامان. بالضبط، تكون انت طول الوقت خايف ان هذا الشخص يروح او الشخص هذا يروح ينافسك بعدين. فدائما انت لما تكون يدك بقول لك هاندز اون او يدك في العمل. اي نعم، تمارس بنفسك. انت بتكون واثق من نفسك ان انت تقدر تنافس اي حد. نعم. زين، شنو اضفت على عمل موزع او مورد الخضروات والفواكه؟ يعني في السوق في ناس لهم باع طويل في هاي المجال. 30 ل 40 و 50 سنه. شابت اضافه وطلال شاب اضافه في هاي الشغل. هو مثل ما احنا قلنا كان سنه جدا صغير. نعم. فمجرد ان هم يشوفوني كانوا ما ياخذوا they don't take me serious، يعني يقول لك هذا طفل جاي عندنا. ذاك الوقت انت مو متزوج بعد. لا مو متزوج. وكنت ولا اقدر، كان عندي الكلفه ان انا اتزوج. اي نعم. فتحت السجل وكنت اتعلم وكانوا يضحكون علي ايش تبي. بس هاي كان تحدي لك. وهذا صعب الامور سالفه ان هم كان يعني شكل التقليدي لتاجر الخضروات والفواكه دائما يكون شخص غير متعلم، غير ملم بالتكنولوجيا، ما يستخدم التكنولوجيا في عمله. فيوني يقولون لي مثلا من البدايه في موضوع الفاكس، كان ال بي اوز والاوردرات تطلع بالفاكس، انا كنت اطلب منهم ارسلوا لي اياها بالايميل. اي نعم. اول ما الله يسر علي وشريت اول شاحنه عندي كان فان وبعدين شاحنه عقب ما كنا ناجر لما كبرنا شوي. سوينا براندنج وكانوا يضحكون علي في سوقني انت تضيع فلوسك في هالخرابي. اي نعم. اليوم احنا كلهم الحين قاموا يسوون نفس الشيء يقلدونا. وانت بديت بعلامه تجاريه خاصه بك، ما اخذت امتياز. هذا هو. اي نعم. يعني والشركات كلها الحين المصدره من برا البحرين يجون احنا عشان نكون احنا نمثلهم في البحرين. أوكي. كان في البدايه صعب ان نروح المعارض برا، مثلا هو اكبر معارض الاغذيه والفواكه في برلين. اي نعم. فروت لوجيستيك. نعم. فكنا نروح احنا صغار، كنا يعني تونا احجامنا صغيره ونحاول نتعلم. من الاشياء اللي ساعدتنا ان احنا رحنا هالمعارض طورنا تعلمنا، جبنا برودكتس جديده دخلناها البحرين. اي نعم. البرودكتس اللي عمرنا ما سمعنا عنها، دام ترى هو مجال متطور جدا. صحيح. صحيح. ومو مجرد زراعه او بسهوله ان انت ترى تبيعين الشيء ولا تشترينه، ترى اللوجيستكس اللي فيه كبير وعمل لوجيستي كبير. وانت تتعامل في ماده قابله للتلف. صحيح. من الخطوره. فلازم دائما بريشبل جودز مثل ما يسمونها. نعم. فلازم توقيت النقل وتوقيت التوزيع وطريقه والموسم الطلب من منطقه لمنطقه في العالم. وبالذات في احنا مجالنا احنا في التوزيع على العقود، يعني اللي هو التزامات. نعم. مع 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 سواء المطاعم او الجهات الحكوميه وغيره، يكون المبالغ ثابته. نعم. ففيها خطر اكبر او رس اكبر في الخساره، لان لازم توفي، لازم تورد مهما كان السعر. وفي غرامات بعد. صحيح. نعم. اي نعم. فانت لازم تورد هالبضاعه، فلما تستوردينها من هالدول لازم طول السنه تفكرين من هالسيزون بستوردها من هالوقت لهالوقت. نعم. من هالسيزون بستوردها من هالوقت لهالوقت. اي. اول ما يبنى مثل قلت لك حتى دخلنا التكنولوجيا، قمنا يعني كان في البدايه لما يبنى الشركات حق الاكونتنج يسوون لنا النظام المحاسبي مالنا. اي قالوا احنا ما عمرنا سوينا حق شركه خضر، لان ذيك الايام كانوا بالدفتر الازرق. نعم. المعروفين فيها. نعم. هذه واسسنا واحد وسوينا نظام كامل. نظام بالضبط خاص يناسب نوع عمل. بالضبط. وسوينا ديبارتمنتس، فطورنا من شكل البائع الخضروات والفواكه التقليدي او مورد الخضروات والفواكه التقليدي لشركه بروفيشنال. إيه؟ بكل مهني بكل بالضبط. نعم. بكل اجزاء الشركات البروفيشنال او الشركات ومع المهنيه، مع خطه عمل، مع استراتيجيه واودت ريبورتس اللي هو التدقيق المالي السنوي، استراتيجيات، بادجيتنج. فاحنا اسسنا شركه بكل كوربريت مثل ما نقول، بكل مقوماتها. إيه؟ باجزائها باتش ار، من ادوات النجاح. صحيح. اكيد. لما ننظم نفسنا، مشكله كان في السوق شنو الجماعه القدم في السوق غير طبعا الرواد الاوائل اللي هم. أي اللي نعم. بداوا وطلعوا فلوس مودي، ان اللي دخلوا في الوقت الحالي ومع المنافسه الشديده ما راح يفيدهم طريقه العمل القديمه. صح. فهم شو يسوون؟ يلاقي نفسه خسران في الاخير، انه مو قاعد يحسب بشكل. نعم. الصحيح، ما يعرف الكميات، يقول انا بايه بيصير خير. صحيح. مو بمواكب على البركه مثل ما نقول. بالضبط. فبعدين لما بداوا تغير النظام المصرفي وقام البنك ما يعطيك قروض الا على 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 خطة. تدقيق مالي. إيه. على الشركات اللي هي الاوديت ريبورت. إيه نعم. وبعد خطه يكون تشوف. بالضبط. إيه نعم.
ويشوف وضع نمو الشركة at this point أو فهالنقطة هذه قاموا شوي يصحون لضرورة هالشيء. وأنا لحقتهم فترة بسيطة واللي فادتني إن أنا أكبر اليوم. من الأشياء مثلاً اللي كانوا يعني كانوا يستعجبون من اللي أنا سويته، الآن سويت شهادة الفود سيفتي اللي هي الهسب. نعم. شهادة السلامة الغذائية. أي نعم. وهاي شهادة عالمية. بالضبط. نعم. وكان أودت صعب وما كان سهل يعني إن أنت. وسويت اختيارياً. اختيارياً. نعم. الآن ومع الوضع الحالي اليوم أعتقد إن هي قام قريبا جدا بصير اجباريه. صحيح. احنا بديناها. ابو طلال، شنو البرامج اللي استفدت منها وقدرت انه تحقق احلامك عن طريق الاستعانه بها؟ هو طبعا اول رساله للشباب ان انت لا تعتمد ان اي البرامج اللي توفره الحكومه اليوم هو اللي بيسويك. اي نعم. انت لازم تستخدمها كاداه. صحيح. للوصول، هي سهلت عليك وايد من الدرب او سهلت عليك طريقه العمل او سهلت عليك وايد من الكابيتال او راس المال المفروض توجده. اي نعم. في البداية طبعاً أنا استفدت مثل غيري من التجار، من كبيرهم وصغيرهم، من برامج تمكين اللي هو الدعم التقني. استفدت من الحاضنات الحين في التشيز ميكر لما بديت شركة الأجبان، أخذت مكان عندهم. اي نعم. بالفاسيلتيز اللي يعطونا إياها. اي نعم. كان من أول سيارتين شريتهم كانوا بدعم من تمكين. تمويل. اي نعم. لا مو بالتمويل، سوري، التقني. تقني. اي نعم. بس كان ممكن بعد تستخدم التمويل. ممكن استخدم التمويل أو القروض، بس أنا ذيك المرحلة ما كنت أحتاجها، كنت بغيت إن أنا آخذ مثل ما قلت بيبي ستيبس من غير ما أحط قروض على نفسي في البداية. اي نعم. بديت حاولت إن أنا أستخدم اللي موجود. لنكبر، بعدين لما كبرنا قمنا نستخدم هالقروض وغيره في الكاش فلو، التوسع الكبير. إنه ما يكون على شيء بسيط. صحيح صحيح. نعم. ايش رايك الحين ننتقل للوصفات؟ ايش بتسوي لنا اليوم من الوصفات؟ ان شاء الله اليوم بسوي الكابريزي سالاد. أوكي. اللي هو سلطه الموزاريلا والطماط والريحان، هي اشهر سلطه ايطاليه في العالم، الوان علم ايطاليا. بالضبط. أي نعم. ودائما الاخضر والاحمر والابيض. أي نعم. الوان ايطاليا. اي نعم. وان شاء الله بعد بس مو احلى من الاحمر والابيض، هذه احلى علم. اي نعم. لا ولازم نسويها ان شاء الله. ان شاء الله اليوم. وبنسوي ان شاء الله بعد جبن الحلومي المشوي. أي نعم. انتاجنا هنا من المصنع بعد، وان شاء الله يعجبكم. اي نعم. ان شاء الله اعزائي المشاهدين لا يفوتكم احلى وصفات من ابو طلال من اول فودز وتشيز ميكر. كونوا معنا. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم. من بعد الفاصل نواصل حديثنا مع الأخ محمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لأول فود وكذلك صاحب مصنع تشيز ميكر، ويقدم لنا اليوم وصفات متميزة. وطلال، إيش بتقدم لنا اليوم؟ اليوم بنسوي سلطة الحلومي. أوكي. هو أحد الأجبان. الجريلد حلومي اللي تسوونها عندكم. لهنا. اللي هو هذا. نعم. هذا هو الحلومي اللي صنع عندنا. وبنسوي لكم الكابريزي سالاد المعروفة. أي نعم. اللي هي تحتوي على علام إيطاليا. أي نعم. هي عبارة عن موزاريلا. علام. أي نعم. بالضبط. أي. فهي عبارة عن موزاريلا قصصة. أي نعم. وما بينها شرايح طماط، وسهلة حق كل من يسويها. أي نعم. في البيت. والبعض بعد يحطون أفوكادو ساعات كتنويع عليه. يعني أعتقد الإبداع في المجال هذا يعني ما يوقف. كل من وذوقه. كل من وفنه مثل ما نقول. تمام تمام. فإحنا بنسوي جريلينج الحلومي. أي نعم. وبنقصص الطماط على ما احنا قاعدين نسوي النشوي الحلومي. نعم. بنقصص الطماط وعلى ما يجهز يكون السلطات هذه. نعم. تمام. هي سريعه وخفيفه ومفيده للكل. طيب للكل. طيب تمام. شو اساعدك؟ اي بلاك الجريل. اعتقد احنا بنحط على الجريل اول شيء. نحط الاوليف اويل عليه شوي. طبعا زيت الزيتون كلش مفيد للصحه لانه احادي الدهون اللي فيه احاديه غير مشبعه. صحيح. وكذلك حق الجسم حق البشره جدا مناسب. نعم. اوكي. وطبعا جبن الحلومي غنيه عن التعريف. نعم. الجبن طبعا مصدر للكالسيوم. صحيح. وفيه البروتين، وممكن يعني نستبدله عن اللحم، اللي ما بياكل لحم ممكن يستخدمه كمصدر. ومصدر مفيد للكالسيوم. نعم. بقدر الناس اللي فيهم النقرس او فيهم الامراض او اللي يضطرون جلوتين فري او يضايقون من من. نعم. اللحوم عموما. نعم. فهي مصدر دين ومصدر غذاء ومفيد وصحي في نفس الوقت. اي نعم. وممكن اي وقت، نهار، غدا، عشاء، يعني كل وقت نتريق ونتعشى ونتغدى فيه. نعم. بعد. طيب احنا بنحط الحلومي. طبعا احنا نبي نحطه وما نحركه عشان علامات الشوي. صحيح. تكون عندنا الجريلينج ماركس. صحيح. اي نعم. وعلى ما يجهز. اي نعم. معلي تشمر بس الموزاريلا. هذه الموزاريلا اللي هو سويته عندكم هنا. نعم. هذه مصنع من الحليب البحريني. صحيح. من مزارع البحرين. البحرينية. اي نعم. الموزاريلا هي سهلة، نقصصها وسلايسد.
ونفس نقدر نستخدمه حق البيتزا كذلك. صحيح. في نوع ثاني من الموزاريلا اللي هو أكثر يكون متماسك. متماسك اللي هو الأقل مويسترايزيشن أو أقل رطوبة فيه. نعم. وهذا هذاك اللي عادة نبرشه. بالضبط. هذه احنا نسويه حق البيتزا، شوف على حسب الستايل مال البيتزا. اي نعم. ايذر اللي هو النابولي بيتزا. اي نعم. او النورذرن بيتزا. اي الشمال والجنوب. صحيح. فالجنوبيه دائما تكون جوسي، فيحبون يكون الجبن اللي يستخدمون هالنوع من الجبن اللي فريش. اي نعم. ولانه يحبون البيتزا تكون جوسي وايد او تكون فيها رطوبه اكثر. فيها رطوبه صحيح. اي نعم. لكن البيتزا الشماليه والبيتزا معظمنا يعرف يسخن فيها الجبن المبشور، احنا بعد نصنعها عندنا. ايه. والاساس ماله هذا هو. ايه نعم. بس يكون المولدنج بشكل مختلف. ايه. ونحطها تشكيل. اي وتكون هي نحطها في ماء مملح لفتره معينه عشان يسحب منها الماء او الرطوبه. عندنا الطماطم هني. اي نعم. ناخذ بعد هذه بعد احنا مقصصينها، ولو تشوفين الحليب نازل من الجبن. ماي الجبن. اي يعني نعم. بعد معلومه للجميع ان الاجبان اللي عندنا هذه. اي نعم. 100% حليب طبيعي. اوكي. للاسف الناس ما تفرق ما بين الاجبان اللي هي الاجبان الحقيقيه اللي 100% يعني مكوناتها من الحليب فقط. اي نعم. والاشياء المصنعه. المصنعه اللي هم يفصلون مكونات الجبن بعدين يعيدونها ويحطون باودر واضافات. نعم. اللي احنا متعودين عليها في من السوبر ماركت اللي هو المصنع. صحيح. الجبن البروسيست. نشيك الحلومي. اي نعم. بنقلبه. فانت تبي تحطه في ذي الصحن، تحطه على ذي، بتقلبه اول. بنقلبه ياخذ بس الصوب الثاني. اي نعم. اوكي بعدين نحط الحلومي وهي لون الجريل الحلو والطعم يصير مقرمش. بالضبط. وطعمه يعني يكون مشوي. الحلومي تقدرين تاكلينه في كل الطرق. اي نعم. بس الافضل دائما انه يكون جريل، يكون طعمه وايد ألذ ويصير الجبن يمغط. بالضبط. اي نعم. الحين هذه هنا عندنا ايش بنزينه وياه؟ احنا اعتقد ممكن نحط معه بعض الارجولا. طبعا انت الفنانه عبد الله. زين انا كنت بحطه تحته مو فوق. يلا على ما نجهز. ما عليه ما عليه، بنسوي له مثل ما نقول بليتنج. اي بد يعني بنسوي له. بالضبط. بنفرشه تحته. همس الحراره شوي بتسوي لنا شغل ويا الجرجير اللي عندنا، الاوراق الغضه. نعم. من الجرجير طبعا استخدمنا الجرجير اللي صغار. الجرجير مصدر ممتاز للمعادن، كذلك الحديد. صحيح. اوكي. وطبعا البروتين النباتي. نعم. واحنا كملنا الحين بالبروتين الحيواني، فيعطينا استفاده اكثر حق الجسم لما يكون بهاي الطريقه. نعم. زين الحين نبي شويه شيء احمر. عندنا طماطم نضيف عليه. ممكن ناخذ من الطماطه. اي نعم. ممكن نحط الطماطه بهالطريقه. نتعلم منك يا عبد الله. ولو بالعكس، هاي الاكل يقولون العين تاكل قبل قبل المال الحلج ياكل. اوكي. ممكن نحط شويه الصنوبر. حلو هني عندنا. ممكن ننثر عليه. ايش عندك بعد؟ هذه اوريجانو. اوريجانو. اوكي. بس بنثر عليه قليل. انا عشت في اليونان 4 سنوات تقريبا. اي نعم. فالاوريجانو هذا كان جزء من حياتي اليوميه يعني. اي نعم. والصنوبر بيعطينا شويه قرمشه بعد. نعم. ممكن طبعا النعناع يمشي احلى شيء ويا طبعا ويا الحلومي. اتصور نحط شويه وردات من النعناع وصار عندنا وجبه ممكن حق العشاء تصبيره مع قطعه خبز، او اللي يتبعون نظام بدون الخبز ممكن انه يروحون الحين الكيتو دايت المعروف الحين اللي كل من قاعد يحاول يتبعه اللي هو البروتين العالي. البروتين والفات. نعم. ايه صحيح. البروتين والدهون. اي نعم. بس بعد يحتاج اشراف من الطبيب لانه حسب الحاله الصحيه للشخص وعمره واذا كان عنده اي امراض مزمنه وغيره. صحيح. ايه. فهذه صار عندنا طبق الحلومي جاهز. نعم. شويه زياده. انا احب الصنوبر. نعم. لذيذ. ها. وبعد مفيد جدا لانه فيه الدهون الاحاديه وهي وايد مفيده حق الجسم. لكن لازم ننتبه لان سعرات حراريه طبعا فيه. طيب. هاي صار الحلومي جاهز. الحين بني حق الحين مثل ما خبرتكم على الموزاريلا. نعم. قصصناها. عندنا 2 بولز اوف موزاريلا وكورتين من الموزاريلا. فاحنا بني بالطماطم. اي نعم. تفضل. زين بنحط السلايسز ما بينهم الطماطم يعني. إيه. على حسب بالتبادل. بالتبادل. إيه. احنا بنسوي قطعه موزاريلا، بنحط بيس اوف توميتو.
يعني قطعة وهذه الطماطة بعد من شركتك أول فود؟ اي طبعا اي نعم يعني معظم الخضروات اللي موجودة هي حتى الـ الـ حتى الجرجير الطماط والشيري توميتوز كلهم من كليل الجبل اي نعم او روزماري مثل ما يسمونه اي نعم واي شيء من البحرين من الخضروات احنا في السيزون مال الانتاج البحريني اي نعم نحاول على قد ما نقدر نشجع المزارع البحريني خصوصا الشيري توماتوز الشيري توميتوز الكرزين الوانها مختلفه وما شاء الله في تطور رائع نشوفه في المزارع كل سنه اي نعم انتاجه قاعد يزيد قاعد يساعدنا على وصول لدرجة معينة من الأمن الغذائي على الأقل نعم. رغم صغر حجم البحرين نعم. بس شيء طيب إنه يكون عندك في هالظروف بالذات إنه إذا يكون عندك مزرعة توفر حق الشعب البحريني جزء من غذاء حتى إحنا راضيين فيه أي نعم وبعدين بيكون قيمة الغذائية أكثر لأنه أكثر طازج طبعاً يعني أنت تأخذ فريش من أرض البلد نفسه وتأخذينه ماتيور أو مثل ما نقول ناضج تماماً على العرق يعني بالضبط أي بدل ما يبونه خضر ويحطونه في الثلاجات على هم يعني ما يأخذونه عشان بسبب النقل ياخذ له وقت أي نعم بس نواصل الله يسلمك إنزين وبعدين بنرد إحنا بنحط بيزل والبيزل القهوة اللي هو الريحان طبعاً الريحان أحسن شيء يروح مع المزرلة يعني وهو بعد حق البطن خصوصاً اللي عندهم القولون وغيره صحيح جداً مفيد حق الغازات نعم. يعني يعتبر كعلاج ممكن أن نستفيد منه يهدي القولون العصبي نعم. وبعدين هو مفيد لأن فيه الحديد ما دام فيه اللون الأخضر نعم. وفيه فيتامين A اللي هو اللي ممكن إحنا نستخدمه اللي هو حق النظر نعم وايد مفيد أي نعم وهني عندنا بعد سوينا مثل ما نقول أصياخ من كرات الموزاريلا الموزاريلا ويا التشيري توماتوز ويا الطماطه الكرزيه نعم. ويا اكليل الجبل صحيح اي نعم وليش حطيتوا له تحت كانه كله عباره عن الاعشاب الريحان مو اعشاب ريحان الاغلب يعني نعم. ممكن نضيف له اوريجانو نضيف له وايد اشياء على حسب نعم. البلسامك زيتون زيتون على حسب نعم. الرغبه يعني ترى سهل مو محتاج الحين انا يعني العابي قام يسيل يعني اوكي نعم. لانه ما ممكن يكون فريش اكثر من كذي يعني هاي الجبن هاي متصنع الحين نعم. يعني ما صار شائع حليب بحريني طازج حليب بحريني حالبينه الصبح ووصل عندنا وتصنيعه يمكن من اقل من ساعه ترى لو شيكت الجبن للحين بتحصينه حار نعم اي نعم اوكي الحمد لله انها توصل الاسواق البحرينيه في نفس اليوم يعني اذا نعم. معظم الانتاج اللي تحصلينه ماكسيمم هو بيكون ما بين يا انتاج نفس اليوم او اليوم اللي قبل فهذه معناته طعم افضل وجوده افضل طبعا نعم. والنظافه شيء ثاني نواصل الله يسلمك اي احنا بنواصل بالشكل هذه نضيف الريحان طبقه من الريحان وطبقه من الطماط طبقه من سلايس الجبن الموزاريلا إيه. كله أخضر كله مفيد كله صحة وعافية نعم. وبنواصل نوالي الطبقات الأخضر والأحمر والأبيض ألوان علم إيطاليا نعم أوكي مرة واحدة لازم نسوي طبق بحريني أحمر وأبيض بس شو رأيك؟ مفروض هذا هو هاي يصير السلطة البحرينية بالضبط أوكي أعزائي المشاهدين كونوا معنا بعد الفاصل نقدم لكم الأطباق الشهية أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا فيكم من بعد الفاصل الحين إحنا جاهزين ويا أطباقنا بطلال هذه سلطة الكابريسي وهذه شنو؟ هذه الكابريسي البحرينية بحريني علم البحرين علم البحرين بس ما في أحلى من الأحمر والأبيض الله يحفظها لنا إن شاء الله آمين يا رب آمين وهني عندنا سلطة جبن الحلوم المشوي إيش بتحط عليها هنا؟ إحنا برش عليها ببساطة رش عليها زيت الزيتون على أوكي. اثنين أنا بحط هني شوية على بعد الحلوم وعلى الكابريزي احنا بنرش عليها اوليف اويل زيت الزيتون نعم. وبلسامك كريم موجود في كل السوبر ماركت يعطي طعم مميز جدا وهاي بعد من شركتكم بعد انتم توزعون دي من اول فودز لا مو بالبلسامك لا لكن الاجبان والطماط والخضروات والفواكه كلها موجوده نعم. اوكي وهني عندنا المزارولا المجدل هذه احنا نسويها في المناسبات الايطاليين دائما يحبون يسوونها في المناسبات اي نعم فنجدلها بهالشكل او نسويها بهالشكل اي نعم بحيث انها تقدم في نص الطاوله للضيوف نعم. وهني عندنا الاصياخ من الكرات المسرولة ويا التشيري توماتوز ويا اكليل الجبل والبيزل بعد اللي هو الريحان الريحان اي نعم
يعني كله صحة وعافية، والحين إحنا جاهزين نستمتع بهاي الأطباق اللذيذة. يا ريت كانوا المشاهدين ويانا بعد يستمتعون. ولكن موجودة المنتجات موجودة في كل السوبر ماركت، نعم. في المطاعم، أنت تزود للمطاعم للسوبر ماركت. وعن فكرة التصدير ما فكرتوا أن توصلون مثلا؟ إحنا الحين قاعدين نفتتح في الرياض، الحين بدينا نورد كميات صغيرة. أي نعم. الشيء الأول مال الفرع الشركة اللي هو فرع أول فود وتشيز ميكر، التوزيع يكون جاهز هناك ونبتدي نوزعها بشكل أكبر في كل مكان. وطبعا عشان الجسر بسهوله تقدرون توصلون. نعم صحيح. اي نعم. وتبقى طازجه. وطازجه والجوده اذا مو بنفس الكواليتي الايطاليه او الجوده الايطاليه فهي اعلى منها. اي لان انت اقرب. لان احنا اقرب وانظف وافضل وايد من المنتجات اللي تجي من برا. تمام. نعم. تسلم والله يوفقك يا ابو طلال، ان شاء الله نشوفك تحقق كل طموحاتك واكثر واكثر، وبعد تحصل على المزيد من الجوائز. كل نجاح لك فخر للبحرين. الله يخليك. أنت مثل للشباب البحرينيين الطموحين اللي ما يتوقفون عند الحلم، يشتغلون بجد واجتهاد لحد ما حلمهم يتحقق ويشوفونه، بل في خطوات أخرى قادمة. نتمنى لك التوفيق لمشاريعك الثانية أيضا. الله يخليك. إن شاء الله. إيش رأيك نودع الجمهور يلا ونستمتع بهالأطباق اللذيذة؟ على طول. أوكي. نقول تشاو. مع السلامة. تشاو. أنت على الكابريسي ولا على البحرين؟ أنا لا، بحريني قلبي. أنت بحريني. أنت قول مع السلامة وأنا بقول تشاو. يلا مع السلامة. تشاو.